السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباحكم الله بالخير. أكيد ما زلنا في العاصمة وضواحيها، توا خارجين من الدار البيضاء يعني البلدية الكاملة، وتوا وجهتنا إن شاء الله إلى السلسلة الجبلية اللي هي جرجرة اللي المشهورة هنا في الوسط الشمالي أو الشمال الوسطي، واللي هي منحصرة ما بين ثلاث ولايات تيزي وزو وبجاية والبويرة أيضا. ان شاء الله راح كما عهدناكم عن التفاصيل. طيب وش اخبار الجو اليوم؟ الجو ما شاء الله يعني مستحب، ليس بالبارد وليس بالساخن اللي هو كما بالامس، رطوبه عاليه وسخونه كما تشوفوا اليوم، يعني مستحب في حدود 30 درجه، واكيد على تلك الجبال راح يكون ابرد نسبيا، يصل الى حتى 12 درجه مئويه. هو مباشرة من أعلى جسر في إفريقيا، واللي هو في منطقة جبحية كما ما تشوفوه، ولاية البويرة، جسر عالي يعني فائق، يمكن أنه مش واضح في التصوير. وهذه تقريبا دخلنا إلى منطقة العجيبة، لم تعد بعيدة طبعا، تحدث عن مدينة ومن أشهر الأشياء اللي هي في هذه المنطقة واللي هي أشجار الزيتون، يعني مشهورة بإنتاج الزيتون كما تشوف الأخضر. قبل ما ندخل المنطقة الجبلية نرجع للمدينة لكي ناخذ معنا يعني نتزود بالطعام أيضا للماء، لأن المنطقة اللي هي جبلية يمكن لا يوجد فيها بعض الأكلات، يعني مثل ما تعرف هي سياحية، لكن من ناحية المطاعم من هذه الناحية والمرافق العمومية يمكن تكون ناقصة شوي، خاصة في هذه الفترة الصيفية، لأن المقصد الرئيسي هو فصل الشتاء، تأتي الناس للثلوج، لكن احنا يعني نحب نشوفه يعني ما نراطوا والو كما نقول، يعني نصادفوا الشتاء إن شاء الله مرة أخرى، وتوا رانا في فصل الصيف. وهذه اللي تشوفوها هي الدخول الى منطقة تيكجدة الجبلية، كما ما تشوفوا هذه هي السلسلة اللي هي خاصة بالجبال. تيكجدة 8 كيلومتر، البويرة 22 كيلومتر، طبعا احنا تقريبا في ولاية البويرة يعني 100% لا يوجد الولايات المقاربة. هذيك سيارتنا ان شاء الله دفع رباعي، ان شاء الله تكون عند الموعد في الرحلة تاعنا. توا بدنا بالصعود تدريجيا لهذه الجبال اللي هي منطقة جبال جرجرة وسلسلة جبال جرجرة. لو تلاحظوا هذيك الجبال اللي هي في الآخر يعني لا يوجد فيها لا أخضرار ولا أشجار، لأن الثلج نزل مؤخرا عليها تقريبا في شهر أفريل، والثلج ما زال يكون مغطيها. حاليا نحن في الشهر التاسع اللي هو شهر أغسطس أو أوت، وكما ما تشوفوا لو تلاحظوا هذه أشجار الأرز كيف هي مسطحة، لأن الثلج تقريبا منذ شهرين كان عليها، فيمنحها من الصعود يعني بهذا الشكل إلى الأعلى، فيخليها مسطحة الأشجار. كما تشوف هذه الارتفاعات الشاهقة ما شاء الله، هذه هي الطبيعة، الهدوء، الاسترخاء، صح يعني لما يقول لك واحد استرخاء، هذا هو الاسترخاء. كما ما تشوفوا في التحت يوجد بنايات يعني في هذيك المنطقة، هذيك هي فنادق بإذن الله راح تكون جاهزة للشتاء القادم، لأن هذه المنطقة غالبية السياح اللي يجوها قاصدين الثلج، لأنها ثاني أشهر منطقة في الجزائر بعد جبال الشريعة واللي هي في ولاية البليدة، تأتي هنا جرجرة، سلسلة جرجرة، خاصة منطقة تيكجدة تكون الثلوج يعني فيها بكثرة. يبلغ ارتفاع هذه الجبال واللي هي سلسلة جرجرة حوالي 2308 متر يعني كمتوسط للطول. أيضا بالنسبة لطول هذه السلسلة كطول يعني من ثلاث ولايات تصل حتى 100 كيلومتر، أيضا بالنسبة لعرض هذه الجبال يصل إلى 60 كيلومتر، كما ما تشوفوا يعني سلسلة متواصلة من الجبال. طبعا كلمة جرجرة هي جاية من جرجرة أو جرجيرة أو من هذا النحو، أصلها أمازيغي هذه الكلمة، ويقصد بها الأحجار المتراكمة، اسم جرجرة بالتحديد.
اقتربنا للقمة اللي هي تعتبر من الأعالي صح؟ حاليا نشق يعني شق بالنسبة للجبال من ولاية البويرة وصولا إلى تزويزو إن شاء الله. دول الأشخاص من ممارسي رياضة المشي على الجبال وعلى الطبيعة يعني يقطعوا مسافة 50-60 كيلو يعني ما عندهم إشكال. الحمد لله يا ربي أننا ما صادفناش الضباب بكثرة، كان نسبي يعني يوجد وكاين غير شوية. قبل حوالي 13 شهر من اليوم اللي نسجل فيه هذا الفلوج جينا هنا لهذه المنطقة، وراح تشوفوها بعض الصور التذكارية إن شاء الله ما زالت عندي. كما تشوفوا هذاك عم ابراهيم والارتفاع اقسم بالله شو والله ما ماشي واضحه كما علي الخوافه تستحقني والو لا نورمال والله لو تشوفوا اقسم بالله اي ماشي واضحه يمكن في التصوير تقرب تشوفه والله راهي نازله 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 انا راك في الخطر عم ابراهيم لا لا بغيت ندير تصويره رجل انا خوف انا خوف كيما راك خلينا نعيش شوي من جو شوي برك من جو المغامره شوف 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 والله والله صح هذه هي شويه عاد ديما ما نعيش شوي ولا لا عم ابراهيم نعم نعيش شويه من جو هذه المغامرين هذوك يصوروا يقول لك يجوا شغل يجوا في منطقه فيها صخره خارجه شويه تكون حدا الارض ويجوا يصوروها من تحت تبان باللي راه في على يعني شاهق لا احنا رانا فيه صح او يقول لي من بقيله يقول لي باللي راه وما تغامرش وما تخافش ويا صح والله لو كان الواحد يديها بعين الاعتبار شوف شوف يعني والله غير انا نوقع على راه في حدود ال 15 20 متر لكن للاسف يمكن التصوير ما هو موضح لان الصخور كبيره اقسم بالله شيء ولو تلاحظوا في الارتفاع يوجد الضباب كدليل يعني قاطع على الارتفاع اللي رانا فيه وهذه هي المنطقه يعني من البعيد هذاك هو الملعب اللي تحدثت عليه راح ننزل بالقرب منه لكن للاسف ليس بالعشب الاخضر اللي عليه تلاحظوا هذيك الصخره الكبيره فيها بئر يقولوا انه عامق راح نتحدث عليه وراح نوصله ان شاء الله رايحين عليه راجعين بالخلف بالريوس وتو وصلنا للمغارة اللي تحدثنا عليها هذه المغارة اكتشفوها يمكن قبل سنة أو في هالحدود فريق ألماني مختص بالاكتشافات هذه على مستوى الأرض اكتشفوا يعني هم اللي اكتشفوه يقولوا في حدود 20 كيلومتر تحت الأرض هذه اللي اكتشفوها هم ويمكن يقولوا يعني مؤهلات أنها ما زالت تكون أطول لأن المكان ضيق وكما ما تعرفوا خاصة اللي هم متفاهمين الجيولوجيا أكثر راح نشوفوا إذا إمكانية نقربوا أكثر بالمناسبة هذه المنطقة راح ننزل لكم بعض الصور العام اللي فات لما زرنا هذه المنطقة كنا نمشي في السيارة وكانت النوافذ طالعة يعني الزجاج السيارة قلت للعم ابراهيم قلت له اذا وصلنا شوفنا بلاصة فيها ظل لاني ما كنتش عارف باللي راي الحرارة الخارجية باردة كي وصلنا للمنطقة لبست اللي هي الفاتمو اللي هي عندي راح تشوفونها في الصور بارد الجو والله ما شاء الله تشوفوا في هذيك الحدود هذه هي القرى اللي خاصة ببلاد القبائل الكبرى في العمق يعني في الأسفل لو تشوفونها بين الجبال
وتوا راح نفطروا ان شاء الله فطور يعني وجبه سريعه وراح نكملوا طريقنا باذن الله. اروح اروح تستمتع بالبحر هنا يا اروح. هاي لطف الله غرم ليه. ورجعنا على الارض سلامات. كنا على هذه المنطقة كالعادة. هنا ينتهي المقطع لكن لم تنتهي رحلتنا بعد. هذه هي ملخص جولتنا السريعة لمنطقة تيكيجدا بالبويرة، وشكرا لكم على المتابعة. هذا حسابي على سناب شات، صور الشاشة وضيفوني، انتظركم هناك والسلام عليكم.